أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الدجاج المستورد يكتب عليه مذبوح على الشريعة الإسلامية، فهل هذا يكفي بحله أم يعتبر من الشبهات؟ كتابة هذه على الغلاف، والغلاف مطبوع عليه من قديم، مطبوع على الغلاف من قديم بالمطبعة، ما هو ما يدل على أن هالحيوان اللي فيه أنه مذكى على الطريقة الإسلامية، فلا تكفي الكتابة هذه، لابد من التأكد عن طريقة الذبح. نعم.